ست سيان لاب هي اللي خبرتني انه البرنامج التجسس بيجاسوس. يو سمعتوا ايش حكت؟ لحظة يو عيدي لنا اياها كمان مرة بليز. بيجاسوس وكصدقيني انها طالعة منك ألز من الايس كاب هذا اللي عم بشربه. يس هالكلمة لذيذة مرة جدا بس لما بتقولها دريدي ايش هذا؟ مش دريدي موضوعنا يو، تعالوا هنا نتفاهم. كلنا بنحاول نخلي أجهزتنا بأمان، وبأمان بقصد فيها إنه ما نسمح لأحد يستغلنا بطريقة معينة. إيش بدك؟ إيش بدك؟ وبأمان بقصد فيها إنه ما نسمح لأحد يستغلنا بطريقة معينة تمكنهم من اختراق هذا الجهاز ويشوفوا كل الأسرار والخبايص اللي فيه، أو ياخذوا كل حسابات السوشيال ميديا، أو أكتر من هيك بكتير. يعني ما بدنا أحد يشغل المايك تبع الجهاز بالليل وإحنا بنشخر، أو تخيلوا شغلوا كاميرا الجهاز الصبح وشوفونا وإحنا منسوي القهوة، ما أحد يشوفني وأنا عم بسوي قهوتي. نو 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 أبشركم يو، حتى لو هذا الجهاز معاكم بين إيديكم أو سابينه يشحن بالحمام ومسكرين باب الحمام عليه لسه ممكن تتهكروا يو. What the fuck؟ أتوقع أنه الكل استوعب أنه أنا عم بحكي عن الموبايلز، الهواتف المحمولة. بس لو تيك توكرز من تبعون التيك توك طبيعي ما تكونوا استوعبتوا، تعرفوا الاي كيو هيك قصص. مش الكل عشان ما نظلم احد، المهم بنسوي كل شيء سمعنا فيه وتعلمنا علشان نحقق هذا الهدف انه اجهزتنا ما تخترق. ومع كل هالحرص اللي احنا فيه لسه احتمالية انه احنا نفشل بتحقيق هذا الهدف، الا وهو حماية هذا الكائن الصغير الكتكوت اللي ممكن يخلي اي احد فيكم صانع محتوى كبير مرة جدا. والسبب شي بيقولوله لوب هول vulnerability، ثغرة مجهولة وموجودة بهاي الأجهزة. وعادة اللي بيحاول يلاقي هاي الثغرة المجهولة بيكون شخص مثابر عنده إصرار غير طبيعي لتحقيق الهدف، ولما هذا الشخص يلاقي هاي الثغرة المجهولة بصير اسمها Zero Day. المتوقعين إن أقول Zero Click ما تتوتروا يو، كله حيوضح، انتوا بس ركزوا معي للآخر وصدقوني حتلاقوا اللي بدكم ياه وأكتر. بس لحظة، أكيد استنتجتوا إنه هذا الشخص اللي أنا حكيت عنه قبل شوي المثابر اللي لقى هديك الثغرة المجهولة هاكر. لو تيك توكر من تبعون التيك توك ما تشغلوا بالكم انتو يو، كلنا منعرف آي كيو وهيك قصص whatever. فنرجع ونقول لما تكون في ثغرة مجهولة ببرنامج أو نظام تشغيل والمسؤولين عن هذا البرنامج أو نظام التشغيل لسه ما صححوها ويلقطها الهاكر، يصيدها هذا الهاكر أو الهاكر، تتسمى هاي الثغرة المجهولة Zero Day. عم بعيد هذا الكلام لأنه لازم تستوعبوا Zero Day عشان تستوعبوا Zero Click. Alright. هلأ بكفاح من هذا الشخص المثابر ممكن يوصل لهاي الثغرة المجهولة بيوم أو أسبوع أو شهر أو أكتر من هيك، بس حيضل وراهم ليوصلوا لشي واحدة من هاي الزيرو دايز. ولما يوصل حيكون قدام ثلاث خيارات. اسمعوا الخيارات هاي كتير منيح لأنه ما حتلاقوها بالساهل وأكيد مش بالتيك توك يو، تباً تيك توك. الخيار الأول يخليها إله ويبدأ يهكر بهالعالم على حسب قوة هالزيرو داي وخطورتها، ولو قرر إنه ياخد هذا الخيار ساعتها منسميه Threat Actor أو Malicious Actor، هاكر تبع أكشن. الخيار الثاني إنه يتواصل مع أصحاب هذا البرنامج السوفتوير نظام التشغيل ويقول لهم على هاي الزيرو داي ويخليهم يصلحوها. أوه كيوت يو، وهدول هم الوايت هاكرز. الخيار الثالث هذا اللي ما حتسمعوه إلا هون، يتفق له مع شي سمسار من تبعون الزيرو داي بالسوق السوداء. وات سمسار سوق سوداء زيرو داي وات يا يو؟ موجودين سماسرة، موجودين بالديب ويب، وكل شغلهم انهم ياخذوا هاي الزيرو دايز اللي بلاقوها الهاكر يعرضوهم بطريقه شيك ومشفره على منتديات سريه مره جدا، والغرض من عرض هاي الزيرو دايز ميك ماني، يبيعوهم باعلى سعر ممكن. سؤال جميل مره جدا، بس قبل ما نقول مين بيشتريهم وليش بتنباع هاي الاشياء بسعر غالي مره جدا، لانها مش مكشوفه لا من نظم حمايه ولا من اصحاب الشيء
اللي طلعت فيه ثغرة، فكفاءة هاي الثغرة الزيرو داي راح تكون عالية مرة جدا بدون ما تنكشف، أو خلينا نقول لحد ما تنكشف بغباء واحد غبي استعملها بالطريقة الغلط، أو يتسوى أبديت لهذا الشيء اللي فيه هاي الثغرة ويتصحح. ونرجع للسؤال الجميل اللي شفناه قبل شوي، مين بيشتروه؟ ما راح أفصل عشان ما ينحذف هذا الفيديو. 1 2 عشان ما أروح بالكزوزة يو تباً. شغلوا مخيلتكم وانتوا بتعرفوا، مش اتجاه ميا خليفة منك إلو، باتجاه آخر فلامينجو يو. وركزوا معي، بالإضافة لهدول اللي مخيلتكم قالت لكم عنهم، كمان في هاكرز من اللي تكلمنا عنهم قبل شوي تبعون الأكشن، متذكرين أسماءهم؟ إيش سميناهم قبل شوي؟ اكتبوهم تحت عشان تحفظوهم. المهم، فهي النوعية من الهاكرز بتشتري هاي الزيرو دايز لأغراض شخصية غالبا، أو عشان يخلصوا بيزنس لشخص معين. أوه يا بوم، كلام كبير يو. زيرو داي زيرو كليك، عشان نفوت بالموضوع من الجهة اللي أغلبكم عرف الزيرو كليك منها، خلينا أمر على الفيديو اللي مدته 50 دقيقة يمكن أو أكتر أو أقل من التوفة تبع الجزيرة، وأحكي لكم أهم النقاط اللي إجت فيه قبل ما أعطيكم خلاصة الزيرو كليك. من عندي NSO Group، شركة إسرائيلية عندها برنامج اسمه بيجاسيوس، هي بتقول أحلى. اسمه بيجاسيوس. أوه لورد، أشياء غريبة كانت تصير مع صحفيين بأجهزتهم. كلموا سيتيزن لاب، سيتيزن لاب منظمة اختصاصها Information Security، ويتصيدوا الأشياء الغريبة هاي اللي بتصير. صحفيين كلموها، أغلب الأحيان سيتيزن لاب كانت تنزل لهم برنامج على أجهزتهم يسوي تريس، يعني يراقب الداتا اللي بتطلع وبتفوت من الجهاز. 2016 صادوا الشيء اللي اسمه بيجاسوس، 2020 وما تامر، اتوقع انه 2020 يس نو ميبي، 2020 تامر سيتيزن لاب اشتغلوا مع بعض، نزلوا برنامج التريس على واحد من اجهزه تامر اللي هم اصلا خلوه هاني بوت، يعني مصيده. 7 شهور بعد هالتعاون بوم اتهكر جوال تامر. سيتيزن لاب جيراني هونيو صادوا تحركات غريبه بتصير على الجهاز تبع تامر. بيل من سيتيزن لاب، تامر جهازك تهكر يو. تامر رد عليه، يو ما ضغط على شيء، صدقني ما ضغط على شيء. بل رد عليه، يو ولا يهمك، بعرف انك ما ضغط على شيء، تعال بس خليني اوريك هالشيء العجيب مره جدا. وهذا اللي صار، لقوا انه، وركزوا معي كتير منيح، جهاز تامر بيوم من الايام صار يشبك على اعداد غريبه جدا من السيرفرات تبعت ابل، 18 سيرفر حكوا بساعه. ولو في حدا فيكم متمرس كتير شوي بموضوع الهاكينج رح يعرف ايش هذا الشيء اللي صار. اكدوا له انه هو ما ضغط على شيء، وبعدين قالوا له هذا الشيء اللي صار معك اسمه زيرو كليك. NSO Group بيجاسوس، لا قوليها انت بيجاسوس. alright cool. مين زباين NSO Group؟ شي اوريدي قالوا حتلاقوه بالمصادر تحت. المكسيك اول ناس استعملوهن قفشوا، الامارات 2013 استعملوهن قفشوا، السعودية 2017 استعملوهن قفشوا، البحرين وعمان هدول الاثنين موجود عندهم بشكلهم خايفين يستعملوه يو. هلا تعالوا نفوت بالجد واحكي لكم زيرو كليك، بدكم تركزوا معاي كتير منيح ونبدا. لحظة تيك توكرز، انتوا تصبحوا على خير يو. ونقول ليومنا هذا الزيرو كليك زيرو داي ما بتشتغل الا على الايفون، كل الاصدارات اللي قبل اي او اس 13.4.5، اي مسج، اي ميل، هدول اللي فيهم الزيرو داي اللي بتخلي الزيرو كليك تشتغل. ايش خطوات تهكير التليفون بزيرو كليك؟ اسمع، بتبدا برساله او ايميل بيوصل لهذا الجهاز اللي بدهم يخترقوه، الرساله هاي فاضيه وبتمسح حالها على طول. من هنا اجت أسطورة انه ما في شيء بينرسل على الأجهزة، لانه الرسالة او الايميل هذا على طول بنمسحه وما بيضل لهم اي اثر على الجهاز. هاي الرسالة هدفها شيء واحد بس، انها تفتح كونكشن بين هذا الجهاز وبين سيرفرات على الانترنت. سيرفرات هاي اللي بشبك عليها الجهاز تبدا ترسل ملفات معينة على هذا الجهاز، احجامها صغير ولانها من اكثر من سيرفر فبتنزل الملفات هاي بسرعة عالية مرة جدا. الملفات هاي برمجيات، اول ما يتسوى لها داونلود من هاي السيرفرز تتجمع وبتسوي شيء اسمه باك دور، اللي هو السبب الرئيسي بتهكير هاي الأجهزة. وهذا الأسلوب بعالم الهاكينج بسموه exploit chain. oh lord. للمهتمين بهذا الموضوع أتوقع إنه بدكم تشوفوا الجزء الأخير هذا مرة تانية وتشوفوا المصادر اللي تحت اللي بينهم الموقع الرسمي لسيتيزن لاب، وبتقدروا تقلبوه عربي وتقرأوا كل شيء فيه. وعلى الأغلب هنرجع نتكلم عن الزيرو كليك لقدام شوي. الفيديو الجاي قرصنة ياو.
ارجعوا للبوست الموجود على الانستغرام اللي اوريدي حاطينه من فتره، اللي كلكم عم تكتبوا فيه اسماء الناس اللي بدنا نقرصنهم. خليكم متابعين على الانستغرام اني حقول لكم كيف حنرفع عالم القراصنه ونخش على اول تارجت ونشوف مين اللي حيكون نصيبه الاسبوع الجاي. ويو فليرفع عالم القراصنه. وبآخر الموضوع وكالعادة ربي يسعدكم ويوفقكم كلكم. لا تنسوا يو بتسووا لي لايك اشتراك انشروه لو حسين انه محتوى مفيد انشروه يو عادي ما حيصير لكم شي. سيريسلي والجرس ما تنسوا الجرس وسلام.